بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا، أجمل مساء من استديوهات الحقيقة الدولية هنا في العاصمة الأردنية عمان، في هذه التغطية التي نتواصل فيها معكم جميعا، كما تتواصل هذه الشاشة أيضا في رصد مزيد من المشاركات، مزيد من الآراء، مزيد من أيضا الأفكار بشكل عام. نحن سنطرح في هذا المساء ضمن سياق التغطية الخاصة التي شرعت فيها فضائية الحقيقة الدولية منذ أن كانت قرارات مجلس الوزراء يوم أمس، هذه السلسلة الإجرائية التي اتخذتها والتي أفضت إلى بعض الإجراءات، يعني بعد قليل سنشير إلى مثل هذه الإجراءات، لكن يعني في مثل هذه التغطية أيضا إذا كان هناك إجراءات أخرى ستتوسع فيها الدولة أو الحكومة بشكل عام لضمان عدم انتشار فيروس كورونا. يعني الإعلان الأخير كان عن 6 حالات، والحالات طبعا أشارت الحكومة إلى الجنسيات بشكل عام. في كل دول الدنيا وفي كل دول العالم هناك انتشار واسع، والكل تابع الأخبار ويتابع الأخبار من فترة زمنية لا بأس فيها. هناك سلسلة من الإجراءات تم اتخاذها، قبل قليل كان هناك مؤتمرا صحفيا لمحافظ البنك المركزي، وكان اتخذ أيضا سلسلة إجرائية تنعش مؤسسات أو تنعش القطاعات الأخرى التي تأثرت أو ستتأثر نتيجة مثل هذه الإجراءات بشكل عام. هذه الإجراءات التي أشار لها محافظ البنك المركزي سنشير لها بكل تفاصيلها، ونشير أيضا إلى بعض التفاصيل الأخرى. هل على الحكومة أيضا أن تتخذ بعض الإجراءات الوقائية الأخرى؟ ماذا قال بعض العلماء المتخصصون في الوبائيات؟ كيف نجت بعض دول العالم، كيف سيطرت بعض دول العالم على الانتشار الواسع للفيروس بشكل عام؟ هذا الوباء الذي ينتشر الآن ويهدد كل دول العالم، هناك سلسلة من الإجراءات الصارمة في بعض التقارير التي نشرتها وسائل إعلام عالمية بحسب بعض المختصين في علم الوبائيات، قالوا بأنه السيطرة في بعض دول العالم، سنغافورة، تايوان، بعض الدول الأخرى، كان هناك سيطرة سريعة جدا. لكن لماذا هذه الدول نجحت في تخطي الكثير من توسع هذا الفيروس لدى أبنائها؟ كيف سيطرت على مثل ذلك؟ هناك سلسلة من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بعض من مثل هذه الدول، وهذه الدراسات التي نشرت بشكل مستعجل، قالوا بأنه هذه الدول حظيت بأنها لم تسجل فيها نسبة عالية جدا، وإن كان على سبيل المثال في بعض من الدول اللي أشرنا إليها في بعض التفاصيل أو في بعض الأرقام. لكن صرامة الإجراءات بشكل عام دائما تؤدي إلى نجاعة الموقف ككل. هذا فيروس، وإذا كان هناك استهانة سواء كان من المواطن سواء كان من مؤسسات الدولة بشكل عام، طرق الانتقال معروفة للجميع، وحمى الله الجميع قبل كل شيء، حمى الله كل بلاد المسلمين. صحيح بأن هناك ثمت إجراءات أصبحت أو كانت مزعجة أو شكلت حزن لنا جميعا، دور العبادة بشكل عام، لكن المطلوب منع التجمعات. الخيار الأول في منع انتشار الفيروس مسألة القضاء على التجمعات العامة، مسألة عدم الاختلاط. لذلك عندما يطلب أن يكون هناك تنفيذ للحجر الصحي داخل المنازل وعدم مغادرة المنزل حتى لا يشكل ذلك أذى. الآن عندنا محدودية في هذه الحالات، لكن بعض دول العالم يعني أمست على أرقام بسيطة جدا ومتواضعة، لكنها أصبحت على أرقام هائلة جدا. نرجو الله ألا نصل إلى مثل هذه التفاصيل، لكن هذا يضمن أيضا صرامة الإجراءات التي تتخذها الحكومة، التوسع في الإجراءات بشكل عام، سرعة الإجراءات ككل، لا أن تكون مؤسسات الدولة على سبيل المثال البعض فيها يلغي بصمة الدوام الإلكتروني والبعض الآخر لا يزال على سبيل المثال يتمسك بمثل هذه البصمة. هذه فيروسات، وهذه الفيروسات تنتشر عن طريق اللمس، تنتشر عن طريق على سبيل المثال
يعني الاستخدام المكثف في أوقات الازدحام البشري بشكل عام، كبسات الصراف الآلي، المصاعد، الأسطح الغير معقمة وما إلى ذلك. ماذا عملت وزارة النقل في المجمعات بشكل عام؟ كيف ستدبر هذه التفاصيل المتعلقة في قطاع النقل العام؟ صحيح بأن الحكومة اتخذت سلسلة من مثل هذه الإجراءات، نذكر بها سريعا هذه الإجراءات: وقف زيارة المستشفيات والسجون اعتبارا من اليوم الأحد، إغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع لتنفيذ حملات التعقيم في هذه المواقع، تعليق الفعاليات الرياضية، إغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية، مراكز الشباب حتى إشعار آخر، منع تقديم الأرجيلة وخدماتها والتدخين في المقاهي والمطاعم، وتفويض الجهات الرسمية المسؤولة بإغلاق أي مقهى أو مطعم لا يتقيد بهذه التعليمات. يتوجب طيب، يبقى العمل في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والرسمية مستمرة، لكن هل ستصل الحاجة إلى تعطيل القطاع العام؟ هل ستصل الحاجة إلى ضرورة التوسع؟ مدراء المؤسسات، مدراء القطاعات، دولة رئيس الوزراء، المطلوب أن يكون القرار من الدوار الرابع، لا أن يترك القرار إلى بعض المدراء في الميدان أو في بعض هذه المؤسسات. بعض مؤسسات الدولة لغاية الآن تعمل بنظام البصمة. نظام البصمة يعني وين المشكلة إذا تم الاستغناء عنه شهر كامل؟ ورئيس القسم ينظم كشوفات أو جداول على سبيل المثال للحضور والغياب. وين المشكلة إذا كان طبعا مؤسسة أمانة عمان الكبرى خفضت نسبة الدوام للإداريين إلى 50% ورفعت نسبة العمل الميداني إلى 100%. البلديات أين؟ لماذا لا تقوم على سبيل المثال، لماذا لا تقوم هذه البلديات بتعقيم الأماكن العامة بشكل عام؟ وزارة النقل، عمليات هذه أو عمليات التعقيم هذه هي التي تحمي، بالإضافة إلى الإجراءات التي من الممكن اتخاذها داخل المنازل بشكل عام. يعني راح نستقبل الاتصالات في هذه التغطية الخاصة والتي تأتي في إطار نبض الشعب، هذا البرنامج اللي في مثل هذا الوقت باستمرار نطل عليكم فيه في بعض المواد الاستطلاعية، لكننا نقرأ في أبعاد هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالإضافة إلى أي توسع آخر أيضا في الإجراءات. قلنا كلام يفترض أن تسمع حكومة الدوار الرابع، ويفترض أن تلتقط هذا الكلام. المسألة لا تتطلب مزيدا من الوقت، تتطلب صرامة في الإجراءات بشكل عام. يعني صرامة الإجراءات وتفعيل هذه الإجراءات على أرض الواقع حماية للجميع، حماية للوطن، حماية لكل أبناء الشعب الأردني. يعني وزير النقل كان أشار إلى أن الجاليات الأردنية في الخارج ستكون المنافذ البحرية والبرية، سيدخلون من هذه المنافذ، يخضعوا إلى إجراءات وزارة الصحة على المنافذ الحدودية إذا كان هناك بعض، يعني إذا لمست الفرق الطبية أن هناك ثمة إجراءات ضرورية على هؤلاء يلتزمون من المفترض يعني الحجر المنزلي. بعض دول العالم الدولة كاملة خضعت إلى حجر، بعض دول العالم مدينة ووهان 56 مليون تقريبا تم عليها حجر. صرامة الإجراءات انقاذ إلى معدل الإصابات بشكل عام وتقليل منسوب ارتفاع هذه الأرقام التي لا نود أن تتوسع أكثر مما هي عليه. صحيح أن هناك تأثر لقطاع الاقتصاد، وطبعا إحنا يعني للأسف الشديد كل ما انتعش الاقتصاد نوعا ما يعني يخمد مجددا. التصريحات التي جاءت من الناطق الإعلامي باسم وكالة السياحة والسفر، 90% من فنادق المملكة ألغيت الحجوزات فيها. بعض السفارات أعلنت في بيانات ضرورة مغادرة رعاياها من المملكة بشكل عام. سلامة الإجراءات الحكومية وصرامة هذه الإجراءات يفترض، يعني قرار الدوار الرابع يفترض أن ينطبق على الجميع، مش يطبق رئيس بلدية ورئيس بلدية يقول لك لا أنا لسه بدي أظل شغال على نظام البصمة أو مؤسسة من المؤسسات. المسألة أكبر من التصور الضعيف الضئيل لمثل هؤلاء اللي في يعني واجهة المسؤولية وهم ضعفاء أصلا. المسألة أكبر من ذلك، يفترض أن يكون هناك قرارا موحدا من مجلس الوزراء ينطبق على الجميع. لماذا لم يكن قرارا موحدا من البداية أصلا في القراءات لإيقاف البصمة الإلكترونية؟ لماذا لا يكون هناك قرارا موحدا؟ هذه القضية يعني إحنا لا نتعامل مع منخفض جوي بحجم الهطول المطري أو تساقط الثلوج في الشوبك أكثر منه في المنطقة الفلانية، وبالتالي نمنح المدير الميداني تقييم الوضع. هذا فيروس
مختلفة المسألة تماما. سياسة وفلسفة منح صلاحيات إلى الميدان، هذا كلام يعني لم يعد يسمن ولا يغني من جوع على الإطلاق. وبالتالي يفترض أن تكون هناك إجراءات موحدة تنطبق على كل مؤسسات الدولة بشكل عام، يفترض أن يكون هناك عمليات تعقيم باستمرار، يفترض أن يكون هناك أيضا من خلال المواطن بعض الإجراءات المتعلقة بالابتعاد عن التجمعات العامة في الأفراح أو الأتراح، وإن شاء الله ربنا يسلم الجميع. وأيضا التعاملات داخل الأسرة الواحدة داخل البيت الواحد يفترض أن تكون أيضا أكثر نجاعة مما هي عليه. إذا كان في معنا بعض الاتصالات، طيب عمار من البقعة، مساء الخير عمار. يعطيك العافية. يا هلا يا عمار. يا أستاذ أنت تخبرني الفيروس. تفضل. إحنا بنوقع إقامة جبرية مركزة من عين الباشا. يعني إحنا نقارب حوالي 200 شخص. يعني إحنا إذا بدنا نروح نوقع بحياة الوقت لا بيسمحوا لنا البحث جنائي. إحنا المفروض يعني بحياة الوقت يكون الجو يعني لا يسمح أو الفيروس لا يسمح، ما بتعرف شو الأجواء اللي إحنا فيها. يعني إحنا الصبحيات حوالي 70-80 نفر. وعلى الساعة 3 حوالي 70-80 نفر. احنا بدناش الجلال سيدنا بس بالحكي هذا اللي احنا فيه. اللي بيسمحوا لنا نوقع بحي الله وقف. احنا ورانا اولاد ورانا دنيا ورانا. ارفع لي صوتك شوي يا عمار، ارفع لي صوتك شوي. بقول لك احنا ورانا اولاد ورانا دنيا ودين. واحنا يعني انا بدينا بينك الواحد طارق طارق يطلع طارق وداي. واذا ما رحنا نوقع بنزلونا حاكم اداري. وبنزلونا محكمة. وبصير علينا برضو مشاكل يعني احنا. طيب. يعني في اي اضافة ثانية يا عمار، في اضافة؟ لا شكرا لك، انا بس بنناقش فيه كنا احنا بس الشغلات هاي اللي بنسمعونا فيها يعني احنا. شكرا عمار البنا من البقعة، شكرا لك. طيب. نتابع في هذا التقرير وبعد هيك ايضا نستكمل مع باقي الاتصالات والمشاركات الى هذا التقرير. لانه مرض مثل ما سمعنا مخيف يعني، وسريع يعني سلبيته انه سريع الانتشار، فاي اجراء احترازي فنحن بنأيد هذا الاجراء. نعم مؤيدها بالتوسيع، بس انه يكون افضل للتوسيع يعني، يعني نكون من وزارات طبيه وصحيه لوزارات كمان للطلاب امشوا للجامعات، وكمان نحن كموظفين حكومه في البلد يعني عدلوا لنا اياه بس وزبطوا لنا الاجراءات. طبعا ايد الحكومه توسع في الاجراءات لانه هذا خطر قادم لنا، ما احنا عارفين شو النهايه فيه. والله بايد يعني صحه للجميع للشعب الاردني والعالم كله. والله بايد يعني كنظام المدارس يعني مش متبع اي اجراء لغايه الان فيه. يعني لازم يعمل وقايه معينه. كافه التفاصيل يعني خصوصا الجامعات والتجمعات السكنيه. بأيد على ليش؟ لأنه المرض قاعد بنتشر في كل دول العالم، والمرض إنه بخوف يعني كثير، والواحد كل واحد لازم يعني يأخذ احتياطه. حياكم الله مجددا. اذا مشاهدينا حياكم الله، اعود مجددا للاتصالات والمشاركات بشكل عام. معنا دكتور عدنان عواد من الطفيلة. دكتور مساء الخير. دكتور مساء الخير، تسمعني؟ سامعك. نعم. تفضل دكتور. يا اولا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين بل والعالم من هذا الوباء. اللهم امين. نعم، لان هذا الوباء لا يعرف لا مسلما ولا غير مسلم. ولذلك ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذا الوباء جميعا في جميع ديار العالم أولا. ثانيا هذا أخي وأنت تعلم والجميع يعلم مع احترامي لكل المشاهدين والمستمعين، هذا وباء حقيقة قد أصبح في العالم كله. ولذلك هناك واجب شرعي ووطني، يعني أوصيكم كل إذا نزل الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنت نزل بكم وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يوردن ممرض على سليم ولا سليم على مرض،
نحن قدوتنا في الأردن سيد البلاد يحفظه الله أول ما جاء من الخارج قبل قليل ذهب للفحص حتى تأكدوا بأنه سليم معافى سلمه الله وحفظه الله. فلذلك الآن كل واجب على كل إنسان عليه واجب في نفسه وفي أهل بيته، وحقيقة يجب أن نلتزم بالتعليمات والأنظمة وما سمعناه من الحكومة في المدارس في المساجد في المعاهد في كل مكان. يعني أغلى شيء في حياتنا هي الصلاة، امتنعنا عن الصلاة حتى نبقى إن شاء الله بسلامة. نرجو الله سبحانه وتعالى. أشكرك دكتور أدنى واد من الطفيلة، شكرا لك. خالد من الكرك مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟ يا هلا سيد خالد. الله يسلمك يا سيدي. أنا امبارح ناشدت جوز الأخ منذر القيسي وناشدت الحكومة من خلاله إنه ناشدت الحكومة بتشكيل لجان طب أو فرق طبية وتنص على هالمحافظات على هالقرى النائية وشوفوا فينا يعني يجروا اليوم فحوصات. يعني في قرى عندنا في محافظة الكرم قرى نائية وأنت بتعرف يعني في ناس جوز مفلبجن جوز هالفيروس عندها وما ناس بيعرف. بس يا اخوي يا خالد تفضل. يعني احنا ما شاء الله كل قريه فيها مركز صحي يا اخي. بالضبط. والمركز الصحي يا دكتور هل هو جاهز انه يفحص العالم؟ يعني هو يعني الفحص بارتفاع الحراره بده يعني متخصص؟ مش معقول والله يا دكتور. والله ارتفاع الحراره يعني اسمعني هو يفترض انه يكون في كمان اجراء من المواطن يا اخي. يعني يفترض المواطن كمان يروح على المركز الصحي اذا شعر في اي سخونه في ارتفاع درجات حراره. يعني لا يخلو بيت بالاردن من ميزان حراره اكيد. يعني والله يا دكتور في عندنا قرى وانا بقيس لك في قريه عندنا اسمها كف ربا بدون قريه يعني فيها مركز صحي والله ما بتلاقي حبه للصداع. يعني ما في المراكز الصحيه يعني عندنا مش هذاك الاهتمام. وبالمقابل العالم ماخذ على اساس رشح وانفلونزا وتغيير جو وكذا ما بتعرف. لكن لما يتوجه فرق طبيه وتنازل العالم من خلال مقدرات الصوت في المساجد يقولوا يا عم تعالوا افحصوا يعني بس يوم يومين بس كل قريه لو يوم هيك يلفوا على العالم. يعني شو تخسر الحكومه لما تعمل هيك يفحصوه من خلال الاجهزه هاي. شكرا لك خالد من الكرك. شكرا. ام محمد مساء الخير. ام محمد اسمعينا مساء الخير. اهلين في مساء النور. هلا. يا هلا مساء الخير تفضلي. اهلين يا اخي. في هل تؤيد التوسع في اجراءات؟ طبعا نؤيده اكيد 100%. يفترض انه تتوسع الاجراءات الحكوميه وان تستشرف الموقف قبل يعني التوسع في الاعداد المصابه. طبعا لازم يعني الاجراءات تكون المكافحه لازم تكون اجراءات قويه. طيب اشكرك يا ام محمد. شكرا لك. شكرا يا ام محمد. يعني الكلام اللي اشار له الاخ خالد يفترض انه يكون في توعيه. التوعيه مهمه جدا. يعني كمان التوعيه صحيح مطلوبه من المؤسسات الحكومية وسائل الإعلام اللي تعكس هذا النوع من التوعية في خطورة هذا الفيروس كيفية انتشاره طرق الوقاية منه بشكل عام. لكن كل بيت بالأردن كمان فيه حوالي يعني 5-6 تليفونات وبالتالي يعني بإمكان أي مواطن الدخول من هاتف النقال على أي موقع بالدنيا وأن يقرأ من هذا الموقع عن كيفية السلامة من مثل ذلك، كيفية الوقاية، كيفية التجنب يعني استخدام أي شيء من الممكن يؤدي إلى عمليات العدوى بشكل عام. الفيروس كما يقول العلم لا ينتقل من خلال الهواء بل هو العدوى من خلال الملامسة، من خلال ملامسة الأسطح ممكن تكون في المنزل في المكان العام في مكان العمل، الاقتراب مترين ومترين ونصف تقريبا في حال كان هناك شخص يعني يقوم بالعطاس أمامك. ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية مهمة جدا للجميع. ضرورة الابتعاد حتى داخل الأسرة الواحدة مهمة جدا. المسألة أكبر من القصة العاطفية اللي يتصورها البعض في بعض الأحيان. طيب نعود للاتصالات والمشاركات. روبين من الأغوار مساء الخير. روبين كيفك دكتور؟ يا أهلا مساء الورد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طمنا كيف الأمور بالأغوار الجنوبية؟ والله الحمد لله الأمور ممتازة ممتازة على خير وضع الحمد لله مستقر والحمد لله. بس يا سيدي في ملاحظة ما وزعت عليكم شركة البوتاس جارتكم يعني معقمات وتفاصيل غيرها؟ لا والله لحد هذه اللحظة ما وزعت. في ملاحظة بالنسبة لأول شيء الله يحمي الأردن يحمي جلالة الملك
دائما يا سيدي احنا في ملاحظه بالنسبه للبيع وحلويات في الشارع. ايوه يا سلام عليك. للبيع الكنافي وللبيع الموزه وكريمه حلب بعد ما يروح الموظفين الدولي بيجوا تعرف الوضع جبار والدنيا وضع صحي يعني مو صح في الوضع هذا، فبدنا منك من يعني الى وزاره الصحه انه يمنع هذا الكلام بعد صلاه العصر بيجوا. صحيح هذه نقطه مهمه جدا، واحنا كنا بدنا نجيها في اطار هذه التغطيه والناشد فيها ايضا وزاره الاداره المحليه اي البلديات بشكل عام. اشكرك روبين من الاغوار الجنوبيه، شكرا لك. محمد الخلايلي من الطفيله، محمد مساء الخير. كيفك يا دكتور؟ يا هلا يا محمد. محمد الخوالدي عدلون الاسم يا شباب، محمد الخوالدي. كيفك يا دكتور؟ كيف حالك؟ الله يحييك يا دكتور. هذول احنا عطلوا المدارس وعطلوا الجامعات وسكروا مناطق صحيه. طيب احنا عندنا في القرى اذا مرض واحد او شكينا في واحد انه تعبان كيف نودي على مركز صحي؟ تذكر المراكز الصحيه؟ لا المراكز الصحيه اسمعني، المراكز الصحيه تعمل كيف تغلق يعني؟ لا احنا عندنا في القاسيه الان سكر مع المدارس. اغلقت مع المدارس تلقائيا اغلقوها يعني. علي طيب اذا واحد لا سمح الله ذاك فعليه شك في طفل شك بده يوديه بعدين يا دكتور من خلال برنامجك يشوفون كمامات يشوفون العلاجات هذه هيك وشوفوا لنا كيف عواقبه يعني كيف الواحد بده يعرف ابنه لا سمح الله بنته وزوجته وكذا انه صار فيها المرض هذا كيف بده نعرف؟ طيب شكرا دكتور نضال. شكرا طيب شكرا 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 لك محمد الخوالدي. شكرا يا محمد. البائع المتجول اللي بيع ما نعرف على الاشاره الفلانيه او الاشاره العلانيه، النداء الى كل رؤساء البلديات في المملكه بشكل عام. نحن نقول بأن صرامة الإجراءات ككل هي الضمان الوحيد بعد الاتكال على الله سبحانه وتعالى. صرامة الإجراءات المتخذة في الدولة، نقول أن هناك تقارير عالمية من أصحاب اختصاص في علم الوبائيات قالوا بأن بعض دول العالم سيطرة كبيرة جدا على عملية عدم الانتشار. هذه السيطرة جاءت من خلال صرامة الإجراءات، إجراءات يعني صارمة التي اتخذت في هذه الدول لعدم التوسع في عدد الإصابات بشكل عام. البائع المتجول اللي على الإشارة الضوئية صحيح يعني كل واحد يبحث عن رزقه وما إلى ذلك، لكن يعني عمليات الملامسة وعمليات يعني من مثل ذلك تؤدي إلى نقل الفيروس لا سمح الله. يفترض أن يكون هناك التزام من رؤساء البلديات في عموم مواقع المملكة بشكل عام، هنا في العاصمة مسؤولية أمانة عمان الكبرى والفرق المتجولة فيها، هناك دائرة اسمها دائرة البيع العشوائي والإزالة في أمانة عمان متخصصة في مثل ذلك، هناك دوائر أيضا في بلديات المملكة متخصصة هي الأخرى. هل فكرت بلديات المملكة على سبيل المثال بأن تقوم بعمليات رش حقيقية وعمليات تؤدي إلى الجانب الوقائي قبل أن يكون هناك إجراء فيما بعد الإصابة لا قدر الله؟ هناك إجراءات وقائية تمنع الانتشار، هناك إجراءات وقائية تقلل من إمكانية الإصابة بشكل عام. بلديات المملكة الآن يعني إحنا مقبلين على فصل الربيع وعلى فصل الصيف، وبالتالي خذ جزء من موازنة البلدية تلقائيا. بعض رؤساء البلديات يفترض أن يعمل بشكل تلقائي سريع جدا على ضرورة أن هذه المخصصات فقط هي للمعقمات وهي لعمليات الرش وهي لرفع يعني منسوب الوعي الشعبي. هذه العمليات تؤدي إلى رفع منسوب الوعي الشعبي لدى المواطن بشكل عام، لما يشوف اهتمام من البلدية ضمنا بده يعرف يسأل لك يعني ليه البلدية تقوم بهذا الشيء منعا لانتشار الفيروس؟ ليش يعني لما يسأل نفسه هذا السؤال يعرف بأنه هناك أهمية كبيرة جدا. المسألة أكبر مما يتصورها البعض من مدراء المؤسسات، أكبر مما يتصورها البعض من رؤساء البلديات، أكبر مما يتصورها البعض من بعض من هم على رأس هذه المؤسسات. المسألة أخطر. ادخل يا أخي على هالمواقع الإلكترونية واقرأ كيف يعني حجر على مدينة كاملة، وبعض دول العالم أمست على 5 حالات وأصبحت على أكثر من 300 حالة. الانتشار كان فيها سريع جدا. سبل الوقاية أهم شيء، وقرارات الدوار الرابع لا يجب أن تكون كالقرارات التي تصدر موازاه مع الحاله الجويه. الحاله الجويه اذا كان هناك منخفض جوي مدير التربيه والتعليم والمسؤول المعني يقدر الحاله، اذا كان في سماكه ثلج الى متر او نصف متر او اكثر او اقل اعطل المدرسه ولا اخلي المدرسه شغاله، اعطل الدوام بالبلديه الفلاني ولا اخلي شغال. القضيه مش قضيه منخفض جوي، القضيه مختلفه تماما يا دوله رئيس الوزراء.
حتى تمكن الصلاحيات في الميدان بشكل عام. قرارات الدور الرابع يفترض أن تكون حاسمة، ويفترض أن تكون صارمة، ويفترض أن تتوسع، ليست مسألة هلع وخوف وما إلى ذلك، لكن هذه إجراءات استطاعت ثلاث دول بالعالم أن تحصر الوباء فيها بشكل عام. الصين اللي تعتبر مدينة ووهان هي المهد الحقيقي لانتشار الفيروس، أغلقت أكثر من 10 مستشفيات فيها كانت تستخدم للعلاج وتستخدم للحجر الصحي بشكل عام. ما الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول؟ الحكومة قادرة أن تتعرف على هذه الإجراءات حتى تستطيع أن تجنب المجتمع. هي تقول الإجراءات المتخذة حتى هذه اللحظة إجراءات متينة صحيح، لكن رقعة التوسع في الإجراءات، رقعة التوسع في ضرورة بعض الأقسام بدوائر الدولة قاعدين 24 ساعة أصلا ما في شغل على الإطلاق. مش الحكومة تشكو من عمليات الترهل الإداري يا أخي، اثنين ماشيين الشغل، ثلاثة ماشيين الشغل، والمسألة أكبر من أنه يداوم مجموعة كاملة ويكون في اختلاط. العنصر الأول منع الاختلاط في الأماكن، سواء كانت أماكن عمل أو الأماكن العامة أو غير ذلك، هذا يتطلب مزيد من الإجراءات، يعني ممتلئة أو ملأة مؤسسات الدولة، مؤسسات القطاع العام فائضة بالكادر البشري أو الكوادر البشرية، تخفف منها الأحمال الزائدة اللي موجودة فيها كإجراءات وقائية. اتصال، مساء الخير. مساء الخير. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف يا دكتور، شلونك؟ يا هلا. الخش معك. يا هلا، تفضل، مساء الخير. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. دكتور، في ملاحظة في بالنسبة ل شو اللي نقول، شو الإجراء اللي اتخذته الحكومة بالنسبة ل التجمعات اللي هي مصانع زي البتون زي الشركة الوطنية زي مصنع مواد، بس هي تجمعات رياضيين هذول، يعني دول شركة. طيب ترفع لي صوتك شوي لأنه الصوت يصل بشكل متقطع، ترفع لي الصوت شوي. شو الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة بالنسبة ل خلينا نقول مصانع الخاصة فيها تجمعات كبيرة مثل مصانع اللجوم، مثل الوطنية للدواجن، مثل مصنعات، وزين كمان موظفين وكليات، يعني فيها ازدحامات، فيها تجمعات كثير. وشي الإجراءات اللي ممكن تتخذها الحكومة بالنسبة للموضوع؟ طيب، راح نشير إلى كل هذه التفاصيل. ربما يعني يفترض أن تكون هناك إجراءات صارمة جدا. شكرا لك سعود من الكرك، شكرا. محمد القيسي أيضا من الكرك، مساء الخير. سيد قيسي، مساء الخير. سيد قيسي تسمعني؟ مساء الخير. القيسي معي محمد؟ طيب، انقطع الاتصال بانتظار مزيد من المشاركات في هذه التغطية الخاصة التي تواكب فيها هذه الشاشة الإجراءات المتخذة من مجلس الوزراء، ومواكبة أيضا كامل التفاصيل المتعلقة بإجراءات الحكومة للحد والحيلولة من انتشار لا قدر الله أو للسيطرة على تفاصيل ملف فيروس كورونا. بدر أو محمد القيسي كان معنا، عاود الاتصال يا محمد. الشركات الخاصة التي تعمل، شركات القطاع الخاص، يفترض أن تتأكد الحكومة وأن تكون إجراءات الحكومة صارمة 1000 مرة باتجاه هذه المؤسسات حتى تمنع البصمة. البصمة هي المشكلة الحقيقية بانتقال الفيروس، البصمة هي المشكلة الحقيقية بانتقال الفيروس. رئيس القسم المعني ينظم الكشوفات، ما هي البصمة دخيل على مؤسسات الدولة بشكل عام. وين المشكلة إذا ما كانش في بصمة على مدى شهر، مش أسبوعين كمان 14 يوم، شهر كامل؟ وين المشكلة؟ ما فيش أي مشكلة نهائيا. يعني الموظف اللي بده يداوم أصلا يوقع عند رئيس قسمه أنه هيني موجود وانتهت القصة. عبد الرحمن المؤمني من العجلون. عبد الرحمن، مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير لك ولكل أهل عجلون. الله يعطيك العافية، وتحياتي لكل من يعمل على الحقيقة الدولية. الله يحييك. وتحياتي للدكتور زكريا الشيخ. الله يحييك يا عبد الرحمن. سيدي، بدي تسمعني للآخر. تفضل. أول إشي، إحنا عندنا في بخصوص العمال البلدية عمال الوطن، الله يجزيهم كل خير أول إشي، ويستاهلوا كل الخير. لكن أنا بتمنى على رؤساء البلديات خاصة في عجلون كمامات مع كفوف للعمال، والعناية التامة إلى عمال النظافة. الاهتمام بالعامل قبل كل شيء. يا سيدي، إحنا بالنسبة في مناطق يعني والله ما الواحد ما بيستطيع يجرب عليها من الحاويات، شايف. وانا بتمنى على رؤساء البلديات ان يعثروا في عمال الوطن.
طيب شكرا لك، مداخلة رائعة جدا يا عبد الرحمن، شكرا. عبد الرحمن المؤمني من عجلون، شكرا لك. يعني راح نشير لهي التفاصيل يا عبد الرحمن بعد شوي. أم حسين من الصيف، مساء الخير. مساء النور. هلا يا هلا أم حسين، تفضلي. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يحميك ويحمي بلدنا ويحمي ملكنا. اللهم آمين يا رب. بدي أقترح بالنسبة للمساجين. أها. أنتوا حرمتوا الحكومة، حرمت الأهالي من زيارة أولادها جيزانها، فليش ما يعملوا تبييض سجون مثلا؟ يعني ليش ما يطلعوا على المساجين أحسن ما يحرموا الأهالي منهن. طيب في يعني في الموضوع. طيب شكرا أم حسين من الصيفة، شكرا. فهد القيسي من عمان، مساء الخير فهد. سامي جيت يا دكتور رضا. سامي تجي بشكر بنت عمان اليوم لعمل فحص المرضين بنت عمان. اها. وفحصوني الحمد لله رب العالمين وما طلع اي نتيجة، الحمد لله كل شيء. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله الوصل كله بخير. وبدي احكي خلال الحقيقة الدولية للشعب الاردني انه ما اللي جاء القلق هذا كله، ما جاء في عنا دكاترة وامثالك دكتور وانت مطمن، والله ما في خوف. طيب طيب يا سامي. نعم. الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات، أمانة نعم. عمان اليوم كان لها إجراءات تخفيض عمل الدوام الإداري إلى 50% تقريبا فيها، شو رأيك بهذه الإجراءات؟ والله أنا بقول جيد من أمانة عمان كبرى اللي خلت الموظفين يعني عطلونا اليوم من هاي اللحظة 14 يوم. طبعا أنت مبسوط لأنك معطل ولا ليش؟ لا أنا يعني قالوا بلى ولكن اطمن قلبي يعني بس. طيب الله يحمي الجميع، الله يقويك ويبعد عنك الهم الغم يا الله. اللهم امين. شكرا لك سامي القيسي، شكرا يا سامي. طبعا يعني الفيديوهات اللي انتشرت بحالة تندر ليلة البارحة من خلال بعض الأطفال وما إلى ذلك، يعني حركت المياه الراكدة نوعا ما، علما بأنها ثقافة يعني غير محمودة نهائيا. يعني يفترض أن يتعرف الطفل وطالب المدرسة خاصة من هم في المراحل الأساسية الأولى على سبب هذا التعطيل، يعني فهم ابنك أنه ليش الحكومة اتخذت هذا الإجراء، اتخذت هذا الإجراء فهمه على أساس تمنع التجمعات، على مش يعني عطل المدرسة مشان يلتقي بأقرانه بالشارع، خليه داخل البيت حتى يستفيد هو معلوماتيا ويعرف كيف يحمي نفسه هذا الطفل. محمد العتوم من جرش، مساء الخير يا محمد. فنور يا دكتور نظام. يا مساء الورد يا سيدي. بالنسبة للإجراءات حكومة كويسة ممتازة، بس بدنا يوفرون الكمامات والمعقمات في الصيدليات عندنا منطقة السوف. لا كمامات ولا معقمات فيه، نافذة كلها ما فيش شيء. بالنسبة لطلاب المدارس مكيفين قاعدين بيلعبوا فوتبول بالشوارع على الوكيلة. وفي مدارس خاصة داومت المعلمات مش راضين خلينا يعطلن. أشكرك محمد العتوم من جرش، شكرا لك يا محمد العتوم، شكرا. يعني في شوية خربطة بمفهوم الوعي، البعض يعني يعتقد بأن المسألة مسألة عطلة مشان سياحة، والبعض الآخر يعتبر بأنه يعني الحكومة التقت واتخذت قرار تعطيل المدارس فقط، يعني إجراء عادي طبيعي جدا، لكن يفترض أن يكون هناك حالة وعي مطلقة لدى الأسر، لدى الأطفال، لدى طلبة المدارس بكل مستوياتهم بشكل عام. مسألة يعني تتعلق بضرورة وقاية، ضرورات الوقاية مش على أساس يلتقوا الأقران أو الطلاب مع بعضهم بحي معين أو بقرية معينة أو بشارع معين، يفترض أن يكون هناك شبه حجر صحي على الأسرة حتى أنت ما تتسبب في عدوى أو تلتقي عدوى. أكثر طريقة استخدمتها ثلاث دول في العالم، هذه الدول تقول التقارير العالمية ويقول أصحاب الاختصاص فيها بأنها سارت في إجراءات منعت عمليات التوسع لانتشار الفيروس، أن يتعامل الشخص على اعتبار أنه مصاب بالفيروس ويتعامل مع الآخر على اعتبار أنه أيضا هو الآخر مصاب، وبالتالي كل الإجراءات الاحترازية هذه الإجراءات التي من المفترض أن يكون هناك اهتمام فيها بشكل عام. الآن طبعا واضح تماما بأن الأخبار العاجلة تتحدث عن إصابة سابعة لسيدة تحمل الجنسية العراقية، نرجو الله أن يحمي الجميع.
ونرجو الله ألا تتوسع دائرة الانتشار، نرجو الله ألا تنطبق على من طبقت في بعض الدول الأخرى أن أمست على رقم وأصبحت على رقم آخر، نرجو الله أن يكون هناك مزيد من أيضا إجراءات الوقاية بشكل عام من المواطن وتوسع الحكومة بإجراءاتها. ما في مشكلة إذا كان هناك 70% من نسبة القطاع العام تم تعطيله، ما فيش مشكلة إن كان هناك نسبة 80% من القطاع العام تم تعطيله، ما فيش مشكلة إذا توسعت بلديات المملكة بعمليات التعقيم من خلال الصهاريج اللي موجودة فيها، ما فيش مشكلة إذا كان هناك اهتمام كبير جدا من خلال أرباب الأسر والأمهات وأبناء الأسرة بشكل عام بضرورات الاهتمام والتعقيم داخل المنزل، عدم الملامسة، الابتعاد، عدم الاقتراب على مساحة متر أو مترين، مترين ونصف تقريبا. يفترض أن تكون هناك إجراءات أكثر دقة وأكثر صرامة وأكثر توسع هذه الإجراءات. القاعدة المبنية الأولى على ضرورة حماية نفسك أن تتعامل على اعتبار بأن هناك فعليا إصابة حقيقية، يعني تتعامل على اعتبار أنك مصاب، وأن كل شخص بدك يعني تتعامل معه تضع في ميزانك أنه هو الآخر مصاب، أمر افتراضي طبيعي جدا حتى تستطيع أن تنأى وتستخدم كامل الإجراءات التي من المفترض أن تشكل حاجز الوقاية لعدم الانتقال بشكل عام. يوسف القيسي من عمان وحازم ريحان من عمان. يوسف مساء الخير. يوسف مساء الخير. سيد قيسي مساء الخير. وعليكم السلام دكتور ديبان. يا هلا مساء الخير يا يوسف. تحياتي يا دكتور. تفضل. انت عربي اردني سام. الله يحييك. بعد اعطيني مجال. تفضل. اعطيني مجال. هذا الوباء العالمي اللي شمل كل انحاء العالم، لانه العالم سريع غاب، لأن العالم عبارة عن غابة مليئة بالوحوش المفترسة. الأقوى هو المسيطر، لأن هذا العالم مليء بالظلم، لأن هذا العالم ما فيه ضمير. إن عدم الضمير، إن عدمت المصداقية، اسم مصطلحات كاذبة، اسم باسم الحرية واسم باسم الديمقراطية، وفي العالم كله لا في حرية ولا في ديمقراطية. هذه واحدة. النقطة الثانية، خلينا في بلدنا الحبيب الأردن، أردن أبا الحسين. هذا البلد إن شاء الله إنه محمي من رب العالمين، نرجو الله سبحانه وتعالى خير من قنبار علاج. وأطلب من الأمة، أطلب من المسؤولين، كل مسؤول صغير أو كبير، أن يقف مع نفسه وقف الضمير، وقف الضمير، لأن الضمير عندنا في خطر. مثلنا مثل غيرنا من حولنا ومن أبعد منا، أن نقف وقف الضمير. وقد امتنعنا من الذهاب للمساجد لأجل هذا الوباء ومن أجل الوقاية من هذا الوباء، فكل منا يناسب رب الكون وهو في بيته يصلي، يقيم الصلاة في الليل، يتهدد، يناسد رب الكون، يناسد رب العالمين. الرجوع إلى الله بصدق، وأن نقف مع أنفسنا وقف الضمير، وأن نحارب الظلم في أي زاوية وفي أي مكان. شكرا. شكرا يوسف القيسي من عمان، شكرا لك، مداخلة أيضا عميقة ومنطقية وواقعية بكل تفاصيلها. حازم ريحان من عمان. حازم مساء الخير. مساء الورد دكتور، يعطيك العافية. يا هلا، مساء الخير. عندي ملاحظة دكتور من خلالك، يعني لا سمح الله لو ظهر حالات بالسجون الأردنية، هل في استعدادات للموضوع هذا، للعزل، للكذا، واحنا بنعرف انه السجون عندنا كتير مكتظة؟ صحيح، بالتأكيد، يعني هناك بعض الإجراءات المتخذة بالتأكيد داخل السجون فيما يتعلق بعمليات التعقيم وما إلى ذلك. وبالحقيقة يعني
في تصريحات لمدير الأمن العام الباشا حسين الحواتمة بأنه يعني كل الخطط التنفيذية موضع التنفيذ، مواكبة للدور الوطني ومبارك ومواكبة للجهد الوطني الذي تقوم به الحكومة بشكل عام. نرجو الله لا تكون هناك إصابة، وأن يعني تتوقف الإصابات على الإشارة التي جاءت أو على الأرقام التي جاءت على لسان وزير الصحة والناطق الرسمي باسم الحكومة. شكرا لك سيد حازم من عمان. علي أحمد من عجلون، مساء الخير علي. مساء الورد دكتور نزار. مساء الورد، تحياتي لك، والله يا رب ما يحفظ هذه البلد يا رب. اللهم آمين. يحفظ بلاد المسلمين يا الله. اللهم يبعد آمين. يبعد عنا كل بلاء. يا رب. يا دكتور نضال. هاي سيد تفضل. الحكومة يعني في القطاع الخاص عندك مصانع اللي هي شركات اللي تعيش الألبسة. شركات الألبسة. نعم. هذه فيها آلاف، يعني كل بكرة فيه ألف واحد، وأكثرهم صحيح من الهنود صحيح والصينيين والمجانينيين صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. إذا بدك تروح تأخذ العاملة إجازة المصنع ما تعترف فيها إلا يوافق عليها الدكتور تاعك المصنع، وهذا إجراء هذا يفترض أن يكون هناك إجراءات، يعني أن تتأكد الحكومة أن هذه الإجراءات منطبقة أيضا على القطاع الخاص يا أخي. أدور أقول لك على حكومة مش ترتيب قانون العمل والعمال الأردني. أشكرك سيد حازم، شكرا لك. من طيب ننتقل سيد علي، ابقى معنا إذا تكرمت، ننتقل إلى فاصل ونعود بعد ذلك في سياق هذه التغطية التي تأتي في إطار نبض الشعب في هذا المساء. حكومية، وأن تكون أكثر صرامة، وأن تكون هذه الإجراءات أيضا منطبقة بشكل تام، أن تتأكد الحكومة أن هذه الإجراءات تطبق أيضا في القطاع الخاص أو على كامل الشركات. أحد المتصلين من الكرك أشار إلى بعض الشركات التي يعمل فيها أكثر من 500 إلى 1000 من العمال، التجمعات الصناعية وبعض الشركات الإنتاجية الأخرى. يفترض أن يكون هناك التزام حقيقي، الالتزام الحقيقي ينفذ من خلال البلديات، هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن مؤسسات القطاع الخاص في ضرورات التنفيذ على أرض الواقع، حماية للجميع. بدنا نذكر بالخبر العاجل اللي كان قبل قليل وبعد هيك نرجع للاتصالات. طبعا الست حالات اللي كان أعلن عنها وزير الصحة بالإضافة إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، هي ست حالات كانت، بالإضافة إلى أنه قبل نصف ساعة ورد خبر عاجل لإصابة سيدة تحمل الجنسية العراقية. إذن نحن نتكلم عن 7 حالات الآن، لكن تفاصيل هذه الحالات أحد يعني قال وزير الصحة أن أحدهم مواطن قدم من بريطانيا قبل أسبوع وشعر ببعض الأعراض، حيث تم أخذ عينات منه وظهر أنه مصاب بالفيروس. وبين أيضا أن أحد السواح الفرنسيين شكى من ضيق بالتنفس، ومعه 3 أيضا يحملون الجنسية الفرنسية، حيث تم إجراء فحوصات لهم وأظهرت الإصابة بالفيروس، حيث تم وضعهم جميعا في العزل الصحي. الشخص السادس فهو مواطن أردني خالط السائحة الأمريكية التي غادرت المملكة، وتم أخذ عينات من المخالطين لها بالفندق وظهرت إيجابية لأحدهم، وستعاد الفحوصات للتأكد من الإصابة. رقم 7 طبعا ما ورد فيها الأخبار العاجلة قبل قليل، سيدة تحمل الجنسية العراقية. أعود للاتصالات مع سليمان المكاوي من إربد. سليمان مساء الخير. الخير أستاذ. يعني هذه الإصابات التي سجلت، نحن الآن نتكلم عن 7 إصابات، ونرجو الله أن تبقى يعني على هذا العدد، لكن الإجراءات الحكومية ألا تراها من الضروري أن تتوسع هذه الإجراءات بحيث تطال أيضا مزيد من العاملين في القطاع العام وباقي القطاعات الأخرى؟ نعم سيدي، أنا بترجع أنه كمان يعني أنها تتوسع
نشاطات اكثر من هيك، بس يعني كمان كل الناس تحتج على شغله واحده، وكل انا مع كل قرارات الحكومه الا شغله واحده. اه شو هي؟ اللي هي توقيف المساجد. طبعا يعني مؤلم جدا ومحزن جدا يعني ان تنادي هذه يعني المآذن دون ان يكون هناك من يؤدي الصلاه في المساجد. والله المساجد هي محميه من الله سبحانه وتعالى، للبيت رب يحميه. هي المساجد محمية من الله سبحانه وتعالى، بس انه لازم يعني المساجد لا ماشي، صلاة جمعة الغاء ماشي، بس انه الصلوات الثانية لا، لانه يعني اكثر حد يعني ممكن انه يصل 10-15 حد، ظلم كبير يعني اختيارية، بس مش اكثر من هيك. اشكرك سليمان ملكاو من اربد، شكرا لك. محمد القطاونة من المزار الجنوبي في الكرك، محمد مساء الخير. سيد قطاونة، محمد تسمعني؟ محمد طيب، انقطع الاتصال مع محمد مجددا. بدي ارجع الى بعض التفاصيل المتعلقة بما جاء من اجراءات متابعة الازمة بشكل عام. تقول الحكومة ان تعمل خلية الازمة على مدار الساعة لمتابعة التطورات المرتبطة بالتعامل مع فيروس كورونا، وينبثق عنها فرق العمل التالية: فريق للرعاية الصحية، فريق لتنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمعابر والمطارات، فريق للحماية الاجتماعية، فريق للمخزون الاستراتيجي الدواء والغذاء، فريق للمتابعة الإعلامية. تتم هذه الإجراءات طبعا يتم مراجعتها بشكل دوري، ونشير إلى أن جلالة الملك حفظه الله بعد عودته إلى أرض الوطن قد ترأس اجتماعا في مجلس السياسات الوطني ومركز إدارة الأزمات للإطلاع على كامل الإجراءات وإذا كان هناك أي إجراءات أخرى. أوردت وسائل الإعلام في بعض الأخبار العاجلة أيضا، وقالت بأنها مصادر خاصة تحدثت عن ذلك، كما تحدثت أيضا هذه الوسيلة أي شاشة الحقيقة الدولية. خالد البدوي من عمان. خالد مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟ يا هلا يا خالد. الله يحمي الوطن. اللهم امين. امين يا رب العالمين. بالنسبه للاجراءات الحكوميه، طبعا هي الاجراءات الحكوميه عملت المفروض انها تعمله من قبل ما تصير الحالات هاي. بالنسبه هي اهم شيء النظافه. اللي هي النظافه اللي هي واجب على امانه عمان والبلديات، انه يستعملوا الاليات تاعتهم، نظافه الشوارع، الاحياء الشعبيه، المناطق اللي يعني اللي ما حدا عم بطلع عليها. صحيح. بالنسبه للنظافه هاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بالنسبه للموجودين في بيوتهم، ليش ما بتطلب الحكومه من المواطنين او كل عيله انها تروح تفحص، يعني تفحص اولادها، يتراجع مثلا المركز الصحي اللي حواليه او اي مركز صحي 24 ساعه ليطمئن. يعني احنا ما بدنا ننتظر انه تيجي حالات ثانيه، عرفت كيف؟ يعني الخطوات هاي مهمه جدا انها توجهها الحكومه لاي عائله تطمئن على الافراد اللي عندها، على اولادها، على بناتهم، على عرفت كيف؟ يعني المفروض كل بيت يروح يفحص. خاصة إذا شعر بارتفاع درجات حرارة. نعم. شكرا. شكرا لك دكتور. شكرا خالد بدوي من عمان، شكرا لك. هذه الملاحظة الثانية طبعا اللي أوردوها المتصلين حتى هذه اللحظة، بضرورة أن يكون هناك تنبيه من خلال يعني أرباب الأسر. مش معقول، يعني مستحيل الحكومة تضع فريق طبي يقابل 10 مليون مواطن، هذا معجزة، يحتاج إلى معجزة. لكن أن يكون هناك دور بالمسؤولية المجتمعية أيضا من خلال المواطن، إذا كان في أي أعراض لزكام أو رشح أو ما إلى ذلك، هذا بالتأكيد في بعض الأحيان يرافقه ارتفاع في درجات الحرارة. لكن أين هي الخطورة؟ الخطورة ليس فقط ارتفاع درجات الحرارة، إذا شعر المصاب بارتفاع درجات حرارة ورافق هذا الارتفاع ضيق في التنفس، هذا يتطلب مباشرة بأنه يعني يتخذ كامل الإجراءات ويزور مستشفى بأسرع وقت ممكن، وتطبق باقي العائلة، لأنه الكل بالتأكيد تعامل معه. القاعدة الفنية اللي تقول دول العالم الكبرى، الصين مثلا، وزير الصحة الصيني يقول نجحنا في احتواء أن لا يكون هناك تمدد للفيروس. الصين 1.3 مليار تقريبا، ثلث سكان العالم، وبالتالي عملية محاصرة الفيروس هناك ناتج عن أولا اتخاذ إجراءات صارمة جدا وعمليات عزل على أرض الواقع، مدن كاملة عزلت، إجراءات صارمة تتعلق
أيضا ضرورات التبليغ وضرورات المتابعة والوقاية، الوقاية بشكل عام، الوقاية الأساس الوحيد. بالإضافة يقول وزير الصحة الصيني بأنه يعني اتخذنا وعيا شعبيا من خلال القاعدة التالية. القاعدة التالية أن تتعامل مع الناس على اعتبار أنك مصاب لا قدر الله، وهم أيضا يعانون من نفس الإصابة. هذا شو يتطلب؟ هذا نتاج أو ينتج عنه أنك تتخذ كامل إجراءات الوقاية، الابتعاد مسافة مترين، الوقاية بشكل عام، استخدام المعقمات ككل، الوقاية فيما يتعلق داخل البيت، يعني اشتغل على منظومة أنه أفراد العائلة لا قدر الله الكل مصاب، تعامل بمثل هذه الطريقة، أفضل طريقة يتقول الصين للتعامل مع احتواء المشهد، مع احتواء الموقف، مع احتواء عملية عدم يعني توسع رقعة الإصابات بشكل عام. هذا يضاف له إجراءات صارمة جدا. البلديات كلها عندها صهاريج كاملة تستطيع أن يعني ترش المقاعد على الطرق، المقاعد للنقل العام، وأيضا بعض الأماكن التي من الممكن أنه يلامسها الشخص المحاذية للشوارع وما إلى ذلك. هذا يؤدي إلى يعني مزيد من إجراءات تحفظ عدم انتشار الفيروس بشكل عام بعد إرادة الله سبحانه وتعالى. طبعا علي حسن من البتراء. علي مساء الخير. مساء الخير دكتور. طمنا كيف الأمور عندكم بالبتراء؟ يعني هل الجهات المعنية ترش بهالمواقع العامة ولا شو؟ والله يا سيدي لسه ما شفنا رش، الوضع كويس لغاية عندنا، الأمور تمام. بس يعني نشكر الحكومة على إجراءاتها، بس إجراءات شغلة المساجد هاي المفروض الآن الناس تلجأ للمساجد وتسبح وتستغفر. هاي اللحظة اللي لازم تكون فيها الناس في المساجد. أنا المسجد عندي هسه وذن المغرب، المسجد عندي 100 متر مسكر. والله الكل منزعج، يعني الكل حزين جدا، كثير الكل حزين ترى بالمناسبة. الآن اللي يصلي واللي ما يصلي تطلب. الناس لازم تعود الآن للصلاة وللاستغفار وتطلب من رب العالمين. هذا الوقت يبعد عن هذا الفيروس، يبعد عن هذا المرض الخطير. أشكرك علي حسن من البتراء، شكرا لك. ياسر ياسر التميمي من الزرقاء. ياسر مساء الخير. مساء النور، الله يسعد مساك إن شاء الله وبارك الله فيك. يا هلا يا سيد تميمي. أول شيء بنقول حم الله الأردن من كل مكروه يا رب إن شاء الله. سيدي أنا عندي ملاحظة بسيطة، يعني هو أول شيء بارك الله في جهود كل العاملين لحفظ السلام العام للمواطنين والشعب الأردني كافة. أنا سيدي بتوجه لشغلي من مجمع رغدان باتجاه جبل عمان، بلاحظ أن الباصات في الأيام يعني صدقا حمولة الباص 40 راكب بيكون فيها تحدود 60 65 70 من مختلف الجنسيات، أردني على سعودي. احنا ما شاء الله بالعاصمة عمان عندنا 100 جنسية من الجنسية. أنا بقول يعني هالفترة هذه إنه يكون في تشديد على الباصات العامة إنه يحمل عدد قدر إمكانه، بس 40 راكب 40 راكب مهم جدا. صحيح صحيح. الآن نوجه رسالة للإخوان بأمانة عمان وباقي القطاعات الأخرى. بحكي مع شوفير بقول له يا أخي، بقول لي والله هاي الكاميرات إذا بيشوفوني مريت على واحد وما وقفت له إنه غرموني 40 دينار، وبقول لي أنا مرخص لي أحمل 80 مش 40. قلت له يا أخي هالأيام بس هالأسبوعين يعني قل ما فيها حتى زي ما أقول الأزمة تتعدى عنا إن شاء الله ونتعداها بخير. يا رب يا رب. شكرا ياسر التميمي. عبر قناتك الصراحة أنا راح أشير ياسر، أنا راح أشير بعد شوي برسالة إلى أمانة عمان وإلى مدير دائرة النقل العام فيها، ورسالة إلى وزير النقل أيضا للنقل ما بين المحافظات بشكل عام. شكرا ياسر التميمي من الزرقاء. كثير من دول أوروبا السبب الوحيد الذي أدى إلى الانتشار المخيف فيها للوباء النقل العام، لأنه يطلع بوسيلة نقل مزدحمة تماما، إشي واقف وإشي قاعد، وإذا كانت سعتها 40 على سبيل المثال يكون فيها 60 أو 70. محمد القطاونة من المزار الجنوب في الكرك. محمد مساء الخير. يعطيك العافية دكتور نضال. مساء الخير يا محمد. الله يبارك فيك يا دكتور نضال. إحنا الجنوب خاف الله ما لينا غرض، إحنا غرب عمان بس كورنا إلا في عمان. يعني قلعت الكرك هذه اللي بيجيها السواح ينجبوا عليها دكتور، اللي بفوت وبطلع منها مثل الصناعية اللي في اللجون هذولا اللي كانت الخنازير بعيد منك إنه يعني يراقبوهم. طيب منعت الزيارات، منعت إلى المواقع السياحية العامة أكثر من أسبوع لحين عمليات التعقيم فيها.
طيب يا سيدي ليش انا بعيد واحد من المتصلين؟ اول ما يجي الصحة علي انا عالدار يبحثون انا وعيالي وابنائي. يعني والله ما انا داري يا الحكومة بس في عمان، يعني وزير الصحة بس في عمان، يا اخي زور الجنوب ولا الله اكبر مغضوب عليه والجنوب. ليش ما يزور المحافظات؟ ليش ما يقعد مع الشعب؟ ليش ليش الحكومة ما توزع كمامات مجانا؟ ليش انا والله ما تستغرب يا اخي والله العظيم من واحد يعني ليش الحكومة لهالدرجة؟ الجنوب يعني الاغوار المصانع هذه والله الاغوار حقها على شركة البوتاس والشركات الكبرى، يفترض انه كمان يكون لها مبادرات بالمجتمع يا جماعة الخير. يعني والله ما ندار البوتاس هذا خاف الله مو للاغوار ما بيستحقوه. ليش ما يطلع على الشعب المسكين من ما بقول يعني والله ما نداري يعني الكرك هذا مهمش والجنوب كله مهمش والله ما يقرف الأردن. شكرا محمد القطاونة من الجزائر الجنوبي في الكرك. محمد شكرا لك يسعد مساك. شكرا. خالد محمود من عمان. خالد مساء الخير. مساء الخير دكتور نضال. مساء الورد. في والله عندي مقترحين. يعني اول شيء الامم المتحده وكاله الغوث في المخيمات زي مخيم البقعه وسلندر الطين يجب ان يكون في نقي شاروكيه، لانه صح. في عندك اعداد هائله جدا يعني تتفاعل لها شيء معين. صحيح. وغير صحيح. هيك اي مدرسه قريبه من مستشفى حمزه يصير تخصيصها للحجر فورا. بارك الله فيك. شكرا لك خالد محمود من عمان. شكرا يا خالد. شكرا. الملاحظة متعلقة في قطاع النقل العام، الرسالة إلى أمانة عمان الكبرى وإلى مدير دائرة النقل العام فيها المهندس خالد أبو عليمي إذا كان يسمعنا الآن. مهندس خالد، المطلوب أن يكون هناك رقابة فعلية على وسائط النقل العام في العاصمة عمان، أن لا يكون هناك ازدحام، المؤشر الأول إلى انتشار الفيروس من خلال الازدحامات البشرية، لما يكون في بالباص على سبيل المثال 60 شخص ما يعني ايش يواقف فيهم وايش قاعد وما نعرف ايش، هذا بده يؤدي لا قدر الله الى عمليات انتقال للفيروس. يفترض ان يتنبه وزير النقل الى وسائط النقل العاملة من المحافظات باتجاه العاصمة عمان، وان يكون هناك اجراءات صارمة جدا في حال كان هناك الزيادة النسبية على أعداد المقاعد في هذه الوساط أو في وساط النقل هذه، ويكون تكون العمليات التنفيذية من خلال الدوريات الخارجية من خلال إدارة السير المركزية. المسألة تتطلب مزيد من الإجراءات الصارمة، المسألة تتطلب مزيد من التوسع في الإجراءات، المسألة تتطلب ليست فقط هي مشكلة أعداد، 6 إصابات أمس الدولة من دول العالم وأصبحت على 300 إصابة، بعض دول الإقليم أمست على 8 إصابات وأصبحت على 254 تقريبا، دون الإشارة إلى مثل هذه الدول. وبالتالي يفترض أن يكون هناك انتباه حقيقي إلى كل السبل والوسائل التي تمنع الازدحامات، التي تمنع أن يجتمع أكثر من 10 أو 20 أو 50 شخص في أغلب الأحيان. وسائط النقل مهمة جدا، عمليات التعقيم فيها مهمة جدا، عمليات التعقيم في الأماكن العامة مهمة جدا، عمليات التعقيم في المقاعد كأثاث طريق موجود يستخدمه الراكب لحين وصول الباص مهمة جدا، دور البلديات في ذلك يعني وزير البلديات يستطيع أن يوجه البلديات في هذا الإطار. نسبة موازنة البلدية يفترض أن الآن طارئ، يعني مسألة طارئة الآن، مش معقول إنه إحنا نستنى لموازنة 2021 حتى نخصص فيما يعرف على سبيل المثال بقيم مالية لإجراءات. اقتطع موازنة من موازنتك من رئيس بلدية أنت أو المجلس المحلي اللي موجود فيها. والآن يفترض أن يكون الدور الأول للبلدية ارتفاع منسوب النظافة العامة في الشوارع في كامل المناطق، الاهتمام بعمال الوطن، عامل الوطن قبل يعني عمال الوطن يقدموا دور كبير جدا ودور مهم في المجتمع، لكن يفترض أن يكون هناك إجراءات وقائية لعامل الوطن، يفترض أن يكون هناك إجراءات وقائية يستخدمها أيضا في بعض الإجراءات اللي اتخذتها بعض مؤسسات الدولة خاصة في جانب البيئة بشكل عام، لكن يفترض أن يكون هناك رفع لمنسوب هذه الإجراءات بشكل عام. عبد الرحمن شريف من الزرقاء، مساء الخير عبد الرحمن. الله يمسيك بالخير. مساء الورد عبد الرحمن، أسمعك تفضل. أنا عامل وطن بداوم بأمانة عمان. يا هلا. وإحنا نداوم بالبيئة، بدائرة البيئة. نعم.
واحنا كل شغلنا في البيئة، يعني كل شغلنا بالمجاري، واليوم كنا شغالين في العبارات، شغلنا يعني كله وسخ بوسخ. طيب شو الملاحظة؟ الملاحظة اني لا بيصرفونا كمامات ولا بيصرفونا معقمات ولا بيصرفونا كفيات، يعني فيش حد سأل فينا، واحنا كل الضغط علينا احنا. صحيح، ما احنا يعني هي احنا وصلنا 20 رسالة لوزارة البلدية، 20 رسالة للعاملين في هاي البلديات كلها. يعني احنا عمال الوطن اكثر شيء نتعب بالبلد هون. طبعا طبعا الأهمية الأولى والمطلقة لعامل الوطن يفترض أن تكون. عبد الرحمن شريف من الزرقاء، شكرا لك. أحمد الهواري من الكرك، سيد هواري مساء الخير. مساء النور دكتور نضال، يعطيك العافية. يا هلا، مساء الخير. الله يسعدك دكتور نضال. احنا الحكومة لازم توسع قراراتها اللي تمنع الدخول للدول المجاورة اللي فيها هذا المرض، علشان احنا نقدر نحصره هون. والشغلة الثانية بيفتحوه بزيحوا القرار تبع المساجد، لانه اي واحد بيطلع على المسجد بده يكون متوضي وطاهر وكل شيء، فهذا يعني ما اتوقع انه تكون في المساجد عدوى. كل يرفع ايده بطلب من ربنا انه بحنا هذا البلد. والشغلة الثانية يعني هذيك النهار في مستشفى الحكومة ولا 300 وافد جايين بفحصوا، هذول منين يجونا؟ طيب يفترض ان يكون في فرق صحية تزور هؤلاء في مواقعهم. لا، جابوهم على 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 مستشفى العيادات الخارجية الكرك، فرصات كلهم صينية ومصرية وكل شيء. والله بدنا ناخذ خلوت أمراض عشان تشتغل، ما قدرنا عفل العيادات كاملة وروحنا. هذول كيف اجوا؟ هذول كيف فاتوا؟ أشكرك أحمد الهواري من الكرك، شكرا لك أحمد. يفترض أن يكون هناك، نرجع للفكرة اللي كان طرحها خالد القرالة من الكرك، أن يكون هناك فرق صحية تتابع هذه المواقع، تتابع التجمعات. الشركة اللي فيها 3000 موظف على سبيل المثال، التجمعات الصناعية، باقي المواقع الأخرى، يفترض أن يكون هناك متابعة لهذه المواقع، متابعة يتم التأكد فيها من النظافة العامة لهذا المكان يعني اللي هم يعملوا فيه، وأيضا للحالة الصحية ككل في مثل هذه المواقع. البلديات عليها دور مهم جدا، مؤسسات أخرى أيضا يفترض أن تقوم بمثل هذا الدور، ويعني يفترض أن تكون سعة رقعة الإجراءات أكثر مما هي عليه. الحكومة لابد لها من أن تتأكد أن القطاع الخاص ملتزم بكامل الإجراءات. القطاع الخاص في كثير من الأحيان غير ملتزم، هناك مطلوب يعني كثير من الإجراءات يفترض أن يتم التقيد فيها. قرار إلغاء البصمة يفترض أن يصدر قرار من الدوار الرابع غصبا عن مدير الشركة، بده يلغي البصمة مين مكان يكون. مسألة يعني قضية البصمة مش بس بالقطاع، حتى بالقطاع العام، يعني في بعض مؤسساتنا بالقطاع العام قبل أسبوعين ألغت البصمة، وبعد إلغاء هذه المؤسسة تجي مؤسسة ثانية بمثلا محافظة معينة وتلغي البصمة، يعني مزاجية، يعني كأنه المسألة مدير المؤسسة إذا كان يعني متقدم نوعيا بالوعي على في خطورة هذا المرض يتخذ مثل هذا الإجراء، لكن البقية يقول لك لا، احنا بدنا ندرس موضوع، يعني بده يدرس موضوع إمكانية إلغاء البصمة. شوفوا كيف يعني دراسة إمكانية إلغاء البصمة. هذا يفترض أن يكون مجلس الوزراء لما اتخذ مثل هذه القرارات ألزم الجميع بمثل ذلك، ولا يترك المسألة يعني ولا يترك الحبل على الغارب فيها إلى بعض مدراء المؤسسات اللي لغاية الآن يمكن يكون دوره ضعيف جدا داخل مؤسسته، وبالتالي مش قادر يواكب المشهد اللي صاير. شو هو سالم الغويري من الزرقاء وتيسير قلاب من الزرقاء أيضا. سالم مساء الخير. مساء الخير دكتور. مساء الورد. كل الاحترام لك ولفاتن الحديث الدولية يا سيدي. الله يحييك يا سالم. وتحية حب وولاء، واللهم يا رب تحمي رمزنا وقائدنا الملك عبد الله الثاني. اللهم أهده. يا سيدي. أنا أدعو اللي أخطوا، اللي أخطوا بحق البلد. وأيهم هم برا هسه، يعني اللي سرقوا مال، يعني مش أخذوا مال، يعني بنقول أخذوا مال بالغلط. أنه يرجع المال دخلوه لخزينة الدولة. اما يروح الكورونا ويروح المال وما يكسب ولا دنيا ولا اخره. خلينا نشتري فيهن هاي جين ومعقمات. يكسب ويوزع مجانا مع كمامات للشعب. اقل ما جلس واخرتهم يا سيدي. اما احنا الشعب الاردني، اما احنا الشعب الاردني يا سيدي، احنا مسروقين من جماعه الكهرباء ومن الضرائب ومشغلات زي هيك. طيب سالم، لمست اجراءات عندك بالزرقاء قامت فيها هالبلديه يا اخي؟
زي ايش يا دكتور؟ يعني عمليات رش على سبيل المثال وغيره. ابدا نهائيا يعني على منطقه بيرين سيدي ابدا نهائيا ولا رشوا. شكرا. ولا لهم اي اجراء. سالم الغويري من الزرقاء شكرا لك. تيسير من تيسير ايضا من الزرقاء. تيسير مساء الخير. مساء الخير يا تيسير. مساء الخير دكتور كيفك؟ مساء الورد استاذ العزيز. في عنا كم نقطه بدنا نحكيهم. تفضل بس ارفع لي صوتك. ارفع لي صوتك. النقل العام ها وسائط النقل لاحظ فيها تزاحم كبير. تزاحم كبير يعني حتى اصحاب الباصات يحبوا الباصات فل، حتى البنات يحطون ثلاثات في المقعد. يعني هاي عباره عن تجمعات، وبالتالي يفترض يكون في يعني تفكير غير هذا التفكير، لانه الان في فيروس يهدد الجميع. نعم صحيح. شكرا تيسير القلام من الزرقاء. شكرا لك يا تيسير. موضوع النقل العام كنا اشبعنا هذا الجانب يعني بالحديث بشكل عام، موضوع عمال الوطن في عموم مناطق المملكة، موضوع ايضا دور البلديات بشكل عام، الرقابة الحكومية على القطاع الخاص في عمليات التنفيذ ككل، دور المراكز الصحية، كل مدير صحة في منطقة من المناطق من محافظات المملكة. يعني ما يعني أنا مش دفاع عن الدكتور سعد جابر وزير صحة، بده يقعد مع كل شخص على سبيل المثال. وين مدير الصحة اللي موجود بالمحافظة؟ وين رئيس المركز الصحي اللي موجود؟ وين الفريق الطبي اللي موجود؟ يا أخي اجتهد أنت وطلع من عندك معلومات يستفيد منها المواطن، يستفيد منها يعني أبناء الشعب. مش الكل فقيه بشو هو فيروس كورونا، ولا الكل عنده قدرة أنه يدخل على يعني موقع معين ويقرأ تفاصيل الوقاية وتفاصيل أو طرق الانتشار أو غيره. وين دور هذه المؤسسات؟ هذا الدور الوطني الحقيقي الآن لهذه المؤسسات، يعني ألا تكتفي فقط برأس هرم وزارة الصحة بشخص الوزير أو الأمين العام أو غيره. ما أنت موجود مدير صحة بالمحافظة، ما أنت عندك كادر كمان نفس الشيء. ادخل على الصفحات الفيسبوكية كاملة ومرر معلوماتك كلها، مرر معلومات بحيال عمليات الوقاية، مرر معلومات حيال نصائح للمواطنين كيف تقي نفسك من فيروس كورونا. ادخل على كل التفاصيل، كل محافظة من المحافظات فيها صفحات فيسبوكية تصل إلى 100,000 صفحة على سبيل المثال. واكب هذه التفاصيل من الطبيب المعني والمسؤول بمديرية الصحة. هذا يحتاج إلى حس وطني حقيقي، يحتاج إلى حس وطني حقيقي يلامس الجميع، سواء كان رئيس بلدية أو عامل أو مدير صحة أو يعني بأي قطاع من القطاعات بشكل عام. والبعض يقول لك يعني تخاف أنه إحنا نعمل حالة من الهلع أو التخويف المجتمع. القصة مش قصة هلع ولا تخويف. حتى بعض الجمعيات والمبادرات الشبابية اللي كانت تسعى إلى توزيع كمامات على طلبة المدارس على سبيل المثال، ليست مسألة ترويع. سيسأل هذا الطالب لماذا هذه الكمامة فيستفيد من المعلومات، يقول له عضو من الهيئة التدريسية أو لما يروح بالكمامة على أمه أو على أبوه أو على شقيقه الأكبر، يقول له حتى تقي نفسك من كذا كذا، لكن الكمامة لوحدها لا تقي. بدك تغسل يديك 24 ساعة كل ربع ساعة تقريبا، بدك تشرب مي، بده العائلة ترفع الدوز المتعلق بالأطعمة والأشربة اللي تحفظ مزيد من أو ترفع منسوب جهاز المناعة بشكل عام. كيف هذه الإجراءات كلها من المفترض أن يتم اتخاذها حتى الجميع يحمي نفسه. الدولة تقوم أو الحكومة تقوم بإجراءاتها وتنفذ هذه الإجراءات بشكل صارم جدا. وإذا كان هناك أي مخالفات في بعض دول العالم سجن سنتين يصل السجن إذا كان هناك خرق إلى تعليمات. هذا وباء، وبالتالي الجميع ممكن لا سمح الله معرض في أي لحظة من اللحظات، وهذا ما لا نرجوه بشكل عام. مدراء الصحة عليهم دور كبير جدا، وهي رسالة للدكتور سعد جابر وزير الصحة إذا كان يسمع في هذه اللحظات. لن تستطيع وزارة الصحة لوحدها أي مبنى الوزارة أن ينفذ كل ذلك. تستطيع مديريات الصحة أن تدخل على الجروبات اللي موجودة على صفحات الفيسبوك، على الجروبات اللي موجودة على الواتساب وتنشر هذا الوعي. يستطيع المواطن الذي يشعر بأن هناك يعني الكل عنده صفحات فيسبوكية، وبالتالي انشر مثل هذه المعرفة، هي أجر لك عند الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون في أي إطار آخر من الأطر الأخرى، منع التجمعات وكيفية التعامل مع المشهد بشكل عام. أم عدي من عمان، مساء الخير أم عدي. مساءك سعيد دكتور، يعطيك ألف عافية على هالبرنامج، عن جد مشكور. جاهلة تفضلي.
الله يسلمك، الله يحمي البلد إن شاء الله ويحمينا أجمعين يا رب. اللهم آمين. والله أنا إلي ملاحظة بالنسبة للمساجد، يعني كثير مبالغ إنه تقفيلها بالنسبة لصلاة الجماعة. يا ريت والله إن الواحد إنه يتقرب بزيادة، يعني المفروض الاستغفار، الدعاء مثلا بالجامع، لو سماعات خارجية مثلا من الأئمة. والله هو يعني بالتاريخ الإسلامي كامل عمر المسجد ما كان موجود وباء، المسجد يرفع فيها الدعاء، المسجد يعني يدعى فيه لرفع البلاء عن المجتمعات الإسلامية كاملة. شكرا لك يا أم عدي. شكرا أواد الغويري من الزرقاء. أواد مساء الخير. مساء الخير دكتور نزال. مساء الورد. بدي أقتبس من خطاب زوجة الرئيس امبارح لما أمر بتعطيل المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات الخاصة. دولة الرئيس ما قال تعافتوا على الطعام وكان حرب ساعة كثير، ما قال تعافتوا على الأكل والشراب وكان حرب ساعة حرب، ما قال تعافتوا على الأسواق التجارية واملأوا الأسواق التجارية بما حب ودب، ما قال إنه والله اقتنوا الفرصة وحوشوا زي ما عندكم وجيبوا الأكل والشراب كثير لمدة أسبوعين. يعني هذا الشيء خارج عن نطاق أسرتنا، خارج عن نطاق عائلتنا، خارج عن نطاق كل مقيدة الوطنية. في أي أساس يعني على أي أساس اعتبر إنه هذا نداء تعافتوا على الأكل، تعافتوا على الشراب، تعافتوا على الأطعمة، تعافتوا على كل شيء. في مول اسماني أحد المولات عندك بمحافظة الزرقاء استعان بثلاث دوريات نجدة مشان يفرق الناس عن بعض. سيد الكريم هي والله هيك أشوى شوي يعني، لكن تأخروا للساعة 2-3 الصبح، يعني من أي باب انطلقوا على هذه المولات واستعانوا بسيارة نجدة؟ يعني ما كان فيهم الأجدر فيهم إنه يستنوا للصبح أو لثاني يوم أو لثالث يوم حتى يتهافتوا على الطعام إذا كان في غلاء ولا في وكر ولا في أي شيء آخر إنه يتهافتوا على هذه الأماكن ويجمعوا أكبر عدد ممكن من المواطنين ويتنفسوا بوجوه بعضهم ويتبادلوا لبعضهم ضحكات و يعني أي شغلة ثانية مشان بس على الأقل إنه أنا شفتيني بالمول أو شفتك بالمول. ليش هذا التعافت وليش هذا الثراء وليش هذا العجقة وليش هاي الناس تتعافت على المطاعم والمولات؟ طيب. على أساس يعني صحيح. يعني كنا في غفلة من أمرنا فلبنا دولة الرئيس إنه تعافتوا على المطاعم، خذوا مما شئتم وعبيتم. يعني لا يمكن أن يكون بهذا الشكل دولة الرئيس والوزراء يدعو بهذا المنطق ولهذا الأسلوب وبهذا الأسلوب الفائز كمان يا سيد الكريم. مش لهالدرجة يعني احنا على شعب واعي وشعب مثقف، كيف لو كنا عكس ذلك شو نسوي؟ طيب لنا في المولات نوم يا استاذ نضال. انتهى وقت البرنامج تماما، او هذه التغطية الخاصة اقلها معي انا نضال الخرشة، لكن فيما بعد بالتأكيد يعني عدد اخر من الزملاء سيمتطون صهوة الكلمة كما هي دائما أمام كل أحبتنا في الحقل الإعلامي الأردني، رفعا إلى منسوب الوعي الشعبي، مواكبة للرقابة الحكومية بشكل عام أو الإجراءات المتخذة في ذلك. بهذا نأتي إلى ختام وأجدال الستار على هذه التغطية، استمعنا إلى مزيد من الآراء ومررنا مزيد من المعلومات أيضا، لكننا كلنا في حماية الله سبحانه وتعالى ونرجوه ونحن في أرض الحشد والرباط بألا يصاب مواطن على الأرض الأردنية، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى البلاء والأوبئة عن عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبث مزيدا من الطمأنينة والسكينة في قلوب الجميع. ونرجو الله سبحانه وتعالى وهو الحامي دائما جبار السماوات والأرض حتى ألقاكم في نافذة أخرى. شكرا للزملاء فريق العمل وكل المحبة إلى كل متابعينا في هذه اللحظات، أطيب المنى وإلى اللقاء.